الامور الخاصه المعوقات اللي اول حاجه اول خلاف هيظهر ايه؟ انا شايف اول خلاف هيبقى عقد الرعايه. عقد الرعايه بتاع البطوله هيبقى مين اللي هيتولاه؟ المفروض الرابطه تبقى ماسكه ومسؤوله عن رعايه البطوله. النقطه الثانيه بطوله الكاس اللي هي المستحدثه اللي هو عايزين يعملوها، هل هتبقى مخالفه لعقد الرعايه القديم؟ لان دي بطوله مستحدثه، فبالتالي هل هتجيب لها شركة راعية مختلفة ولا هتعمل ديل مع نفس الشركة الراعية؟ دي نقطة تانية مالية حسب بقى ده حسب الاتفاق. افرض رفضوا دي نقطة. النقطة التالتة البث الفضائي تقسيمته مين اللي هيقسمها؟ هي دي التورتة اللي كانت اتحاد الكورة دايما بيتحكم فيها ويقول لك ده للأهلي كذا والزمالك كذا، وساعتها هيبقى فيها مشكلة للرابطة نفسها. فدي نقطة مهمة. كون لما بقى الاتحاد يحس ان هو هيفضى للمنتخبات فقط، دي اكبر مشكله ممكن طب والكلام اللي بتقوله ده، هل كان في اسماء ممكن تكون بتفكر انها تنزل انتخابات ممكن ما تنزلش؟ لا برضه هينزلوا، ما هو ده منصب في الاول في الاخر. فانت بتدور على المنصب والكلام ده كله، هتخش لسه السكينه سارقه كل دلوقتي، ما حدش حاسس، هو شايفين ان في خناقه وخلاف والقصه، لكن ما فيش. ما هو ده الفكره، مين اللي يمسك اتحاد الكره الفتره الجايه؟ ولو مسكت، طب ما انت مسكت يبقى انت تبدا اللي هي التورته اللي انا متقسمه، اللي هو التقسيم اللي قلت لك عليها 4 ضد 3، هتظهر ساعتها وهيبان مين اللي يقدر يبدا يشتغل مع دولت ومين يبدا لا. ولو في نقط خلافيه او اعتراضيه مين اللي هيمشي كلمته؟ هو دي الخناقه كده، فاهمني؟ فبالتالي انا شايف ان لسه انا شايف الرابطه بتتحرك الصراحه بشكل حلو وشكل محترم، وبيانات اعلاميه يوميا خلت حسيت ان في حركه في الـ في الـ في, في الاتحاد الكوره. لا، وفي بيانات محترمه كمان، حاجات بتتقال ومعلومات حلوه وتفكير بشكل حلو ومختلف. ده في عمق، فاهمني؟ فاحنا مبسوطين من ده. هيستمر كده وهيستمر ان مفيش حد يجي جنبك ولا لا؟ هو ده اللي هتظهره. النقط الخلافيه اللي قلت عليها دي اللي هتبقى مشكله. طيب خلينا نروح بقى لمنتخب مصر، يعني ان شاء الله منتخب. بس انت قلت كده يا كابتن، هل اللي جاي في اتحاد الكوره هيخاف؟ انا بقول لك حاجه، هو ايه اللي يقوي رابطه الانديه؟ ان هو ضعف اداره اتحاد الكره الحاليه وعدم رغبه الانديه في استمرار في اداره في الانديه. لكن اللي جاي عنده امل، يقول لك انا ممكن افرغ اللجنه دي برضك من صلاحياتها وبتاع، زي ما حصل محاولات كثيره وحصلت. فالفكره اللي جاي برضه ويقعد على الكرسي مش هيكون سهل العمليه بينه وتقبل ان هو يتم صاحب صلاحياته. لكن انا اقدر اقول لك عليه من ضمن الناس اللي هو الفتره اللي فاتت بعد اللي حصل ده، ان هو لن يترشح مره اخرى على مسؤوليته الشخصيه بعد ما كان مفترض ان هو احمد مجاهد جاي مهد له الطريق، والمهندس انا بوريدا لن يترشح مره اخرى للانتخابات، لانه خريطه الانتخابات وخريطه الجمعيه العموميه تغيرت تماما. فكره ان هو السيطرة على مفاصل الجمعيه العموميه اللي هو كان مسيطر عليها المهندس انا بوريدا من خلال زراعه الايمن احمد مجاهد، تغيرت الخريطه تماما ولم يصبح احد يستطيع السيطره على مفاصل الجمعيه العموميه حاليا. يعني رابطه الانديه اتعملت يعني بما لا يتفق بطموحات كابتن هاني ابو ريده على تطوير الكوره في مصر. بس احنا عندنا الجمعيه بتاعت الكوره كام واحد؟ كابتن الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره كانت يعني في البعض كان يعتقد او كان خلينا نتكلم بصراحه، كابتن ابو ريده هاني ابو ريده اللي موجود في الاتحاد الدولي وغيره موجود في التحالف، بس يعني هو اكيد يهمه تطوير الكوره في مصر. لا يهمه الكوره في الاول. بص، كان الاول كان مسيطر على مفاصل الجمعيه العموميه تماما، كان تماما وكان حتى لو هو ما ترشحش كان معروف البديل هيبقى تبعه. لكن الخريطه المرات اتغيرت. انا بقول لك لو مهندس بوريدا ولن يحدث ترشح، فهيكون في منافس قوي لي، ممكن هنا بوريدا ما ينجحش ضده، بس انا بقول لك انا بوريدا لن يترشح في الانتخابات المقبله. تمام. طيب نروح للمنتخب ومباراه يعني